هذه الحرفة وممارسيها. شكلت أسفي إذن نقطة انطلاق مغامرة العمل بالمغرب، إذ قام بتأطير أول ورشة للخزف في البلاد تأسست تحت أوامر المارشال ليوطي، والتي تحولت فيما بعد إلى مدرسة للخزف، حيث قدم العملي أسرار تطويع التراب لفائدة الجيل الجديد. وقد كان لهذا الاستقرار أثر كبير على صناعة الخزف بأسفي. لماذا؟ لأنه سيؤسس أول مدرسة خزفية بالمغرب، وقد طور هذه طور يعني كان يلقي بهذه المدرسة مبادئ صناعة الخزف، وفي فترة يعني كثرت فيها الصناعات الأوروبية المنزلية وخصوصا البلاستيك، إلا أن المعلم بوجمع العملي تحدى هذه الصناعة المستوردة والصناعة الحديثة آنذاك، وقام بإعادة إحياء الخزف كأوان منزلية نحتاجها في 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 معيشنا اليومي. هي أول مدرسة ديال الخزف دارت في المغرب بهذا الشكل اللي 1921، وهذه الصورة ديال القسم ديال 1921 اللي كان تيسيرو العملي، وهذا العمل ديال هذا العملي بنفسه اللي في خدا الجوائز في 1922 و 1931 في مرسيليا